السلام عليكم. في الدرس ده هنشرح البابل سورت. بابل سورت برضو نوع من انواع السورتنج الجوريزم، هنستخدمه عشان نرتب اري. فلو احنا افترضنا ان عندنا اري زي كده 7 6 4 3 و4 ارقام، الاري دي مش مترتبه. طب ازاي هنا بنرتبها بالبابل سورت؟ كل اللي بنعمله ان احنا بنيجي عند تاني رقم دايما في الاري اللي هو هنا مثلا 6، وبنقارنه باللي قبليه. هل الستة اصغر من السبعه؟ اه، يبقى بتجيب الستة مكان السبعه. بعد كده تشفت وتخش على الرقم اللي بعديه اللي هو 4. هل 4 أصغر من السبعة؟ أه، يبقى بدل. كده تيجي عند آخر رقم، هل التلاتة أصغر من السبعة؟ أه، يبقى بدل. هتلاقي إن أنت في أول إتريشن أو في أول باس أكبر رقم هو اللي جه في الآخر اللي هو 7. طيب تاني إتريشن برضو تعمل نفس الكلام، بتبدأ من عند تاني رقم في الأري اللي هو 4 وتقارنه باللي قبليه، هل هو أصغر؟ أيوه 4 أصغر من 6، بدل. بعد كده شفت، هل التلاتة أصغر من الستة؟ أه، يبقى بدل. هتلاقي إن أنت الستة بقى في مكانها المظبوط. طبعا مش هتراجع على الرقم اللي قبل كده لأن أنت أصلا مرتبه اللي هو 7، لان يعني في اول اتريشن انت جبت اول رقم حطيته في الاخر. في تاني اتريشن انت ما بتبقاش بتشتغل على كل الاري، بتشتغل على كل الاري ماينس 1. في تالت اتريشن بتشتغل على كل الاري ماينس 2 وهكذا. فهتلاقي ان انت في اول اتريشن او في اول باس اكبر رقم جه في الاخر اللي هو 7. في تاني اتريشن او في تاني باس هتلاقي ان تاني اكبر رقم جه في الاخر برضو اللي هو 6، هتلاقي ان اخر رقمين دول اترتبوا. نفس الكلام هتعمله في تالت اتريشن، هتبدا تقارن تاني رقم باللي قبليه، هل التلاته اصغر من 4؟ ايوه، يبقى هتبدل التلاته مكان الاربعه، ومش هتقارن حاجه تاني لان انت في اول اتنين اتريشنز او في اول اتنين باسز رتبت اول رقمين، وهنا في تالت باس رتبت تالت رقم. وبما ان هي اصلا 4 ارقام، طالما التلاته اترتبوا في الاخر وبقوا مظبوطين، هتلاقي ان اول رقم بقى مترتب لوحده. يبقى احنا كل اللي بنعمله هنا في البابل سورت بنبدا من عند تاني رقم جوه الاري وبنقارنه باللي قبله وهكذا. قارنا 6 بال7 لقينا 6 اصغر بدلنا، قارنا 4 بال7 لقينا 4 اصغر فبدلنا، قارنا 3 ب7 لقينا 3 اصغر فبدلنا، قارنا 4 ب6 لقينا 4 اصغر فبدلنا، قارنا 3 ب6 لقينا 3 اصغر فبدلنا، وهنا قارنا 3 ب4 لقينا 3 اصغر فبدلنا. يبقى بتقارن دايما الرقم باللي قبليه لقيته ان هو اصغر بتبدلهم، وبتبدا دايما المقارنات دي من عند تاني رقم عندك في الاري. هنا بدانا من عند 6 قارناها باللي قبليها، بدانا من ال4 قارناها باللي قبليها، بدانا بال3 قارناها باللي قبليها. طبعا عمري ما هقدر ابدا اقارن من عند اول رقم لان مفيش حاجه قبليه. طيب لو احنا حابين ان احنا نعمل كود يعبر عن البابل سورت، احنا قبل كده شرحنا الفانكشن سواب اللي هي بتبدل لي اي رقمين انا عايزهم، وعملنا قبل كده وشرحنا الفانكشن اسمها برنت اري اللي هي بتطبع لي الاري بتاعتي. يبقى احنا هنا بس هنعمل الفانكشن او الميثود اللي اسمها بابل سورت اللي هترتب لي الاري زي ما احنا شرحنا في الصوره اللي كانت موجوده قبل كده. يبقى الميثود او الفانكشن اسمها بابل سورت دي بتاخد اتنين انبوتس اللي هم الاري اللي انا عايز ارتبها اصلا وحجم الاري دي. وانا المفروض هنا برضو هبقى محتاج اتنين فور لوبس. اول فور لوب دي اللي خاصه بالاتريشن اللي هي بتعمل لي الباسز. ان هنا لو خدنا بالنا عملنا باس 2 3 كانوا 3 باسز لان الاري كانوا 4 ارقام. يبقى انا عايز اول حاجه فور لوب اللي تعمل لي الباس 1 وباس 2 وباس 3، يبقى فور لوب بتعمل لي باسز، وفور لوب ثانيه اللي بتقارن لي الارقام اللي جوه. فاحنا هنا الاول هنعمل الفور لوب اللي خاصه بالباسز، نحط جواها فور لوب ثانيه اللي خاصه بمقارنه الارقام اللي جوه كل باس. احنا هنا اهو بنعمل الفور لوب دلوقتي دي اللي خاصه بمقارنه كل رقم بالرقم اللي قبله. لو طلع فعلا الرقم اصغر من الرقم اللي قبله بنعمل سواب، يعني بنبدلهم مع بعض. ادي دي اول فور لوب بنستخدمها عشان نعمل اتريشنز او باسز. ادي دي تاني فور لوب اللي بتجيب لي اصغر رقم. يبقى احنا الاول بدانا عند، يبقى دي اول فور لوب اللي هي خاصه بالاتريشنز. انا المفروض هنا عندي كان السايز 4، يبقى انا عايز 3 اتريشنز. يبقى هنا السايز 4، يبقى انا عايز كام اتريشن؟ عايز 3 اتريشنز. فانا هبدا ادي اتريشن عندي 0، اتريشن عند 1، اتريشن عند 2، اتريشن عند 3. يبقى اول فور لوب دي اللي بستخدمها عشان الاتريشنز اول باسز، والفور لوب اللي جوه دي هي اللي بستخدمها عشان اقارن الارقام بالارقام اللي قبليها. فانا هنا عامل الاي بتبقى اقل من السايز ماينس جي ماينس 1، انا عاملها اقل من السايز ماينس 1 لان احنا لو افترضنا ان انا عندي 4 ارقام المفروض بعمل 3 مقارنات. ادي مقارنه 2 3. لو انا عندي هنا بقوا 3 ارقام لان السبعه خلاص مترتبه،
فطالما ثلاث ارقام بعمل مقارنتين. طيب هنا بقوم اخر رقمين مترتبين، فانا عندي رقمين بس فهعمل مقارنه. فلو اربع ارقام بعمل ثلاث مقارنات، لو ثلاث ارقام بعمل مقارنتين، فانا دايما عدد المقارنات اقل من عدد الارقام بواحد. فعشان كده عامل السايز ماينس واحد، اللي المقارنات اقل من حجم الاري ماينس واحد. طب ليه عامل ماينس جي؟ لان انا كل مره المقارنات بتقل بواحده كمان، لان انا اصلا ببقى اكون رتبت رقم. فانا هنا رتبنا الرقم ده خلاص، فانا بالنسبه لي الاري هتبقى قدام بثلاثه مش اربعه. هنا هتبقى بالنسبه لي الاري اتنين مش اربعه، لان انا في اخر رقمين دول رتبتهم. فانا المفروض هنا اهو بادئ، ادي اول اتريشن، حاطط الاي بزيرو اللي هو اول رقم خالص في الاري، هقارنه بالرقم اللي بعديه، فبقارن الاري اوف 0 بالاري اوف 1. بقارن الاري اوف 0 اللي هو 7 بقارنه بالاري اوف 1. فانا هنا اهو بقارن، هل الاري اوف 1 دي اصغر من الاري اوف 0؟ هل الاري اوف 1 اللي هي 6 اصغر من الاري اوف 0؟ ايوه فعلا 6 اصغر من 7. يبقى هعمل ايه في الحاله دي؟ بعمل سواب، ببدل الاري اوف 0 بالاري اوف 1 وهكذا. بعد كده الفور لوب هتزيد بواحد، يعني هبدا اقارن الرقم ده بالرقم ده، اري اوف 2 باري اوف 1. فهل الاري اوف 2 اصغر من اري اوف 1؟ هل اري اوف 2 هنا اصغر من اري اوف 1؟ ايوه فعلا. يبقى هيعمل سواب، بعد كده الاي هتزيد، يبقى هل الاري اوف 3 اصغر من الاري اوف 2؟ هل الاري اوف 3 اصغر من الاري اوف 2؟ ايوه برضو نفس الكلام، يبقى هيعمل سواب وهكذا. يبقى الفور لوب اللي فوق دي بستخدمها عشان الاتريشنز او الباسز، والفور لوب الثانيه اللي جوه الفور لوب الاولانيه بستخدمها عشان اجيب اكبر رقم جوه كل باس. لو عايزين نتاكد ان الفانكشنز دي شغاله هنعمل اهو اري هنسميها unsorted، هنحط فيها نفس محتويات الاري اللي احنا شرحنا عليها، وهنطبع الاري وهي لسه مش مترتبه. بعد كده نستخدم الفانكشن اللي اسمها bubble sort، هنديها برده كانبوت الانسورتد اري دي وحجم الانسورتد اري، وبعد كده هنطبع الاري بعد ما المفروض رتبناها. نعمل run، هنلاقي ان فعلا اهو الاري في البدايه كانت 7 6 4 3 7 6 4 3 نفس اللي احنا شرحنا عليها، وبعد ما رتبناها بقت الاري 3 4 6 7 فعلا مترتبه زي ما هنا بقت مترتبه. يبقى احنا هنا شرحنا البابل سورت، قبل كده كنا شرحنا الفانكشن السواب فما شرحناش هنا تاني، وقبل كده شرحنا برده الفانكشن اسمها برنت اري فما شرحناش تاني، وبعد كده هنا عملنا الفانكشن اللي اسمها بابل سورت اللي بتاخد اري كانبوت وبتاخد حجم الاري دي وبترتبها. وده كان الدرايفر كود او الدرايفر بروجرام. شكرا.